وآخر أخبارنا الدولية من اليمن، وهناك قتل نحو 7 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم لسيارة ملغومة على نقطة تفتيش للشرطة في مدينة عدن جنوبي اليمن. هذا وأوضح مصدر أمني بشرطة عدن أن ضباط النقطة استوقفوا سيارة لتفتيشها والتي كانت قادمة من مدينة كريتر، ولكن الانتحارية فجر السيارة في أفراد النقطة، مشيرا إلى أن السيارة لم تكن تستهدف النقطة بل كانت في طريقها إلى تفجير هدف آخر.